بقرہ 213 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم
وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. قاری محمد عبد الحادی صاحب تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے.